الكفن اللي هو في تقريبا في تورنتو، انا مش تورينو، متذكر تورينو للامانه يعني. ما تورينو، كانوا مدينة اسمها تورينو، تورينو، قالوا ان حللوه من ايام عاصمه ايطاليا تورينو، مدينه كبيره في بالظبط. الشمال. هقول لحضرتك يعني انا كنت شفت فيديو، ممكن حتى تبحث حضرتك على الميديا هتلاقي ان العلماء جابوه بالاشعه مش عارف ايه تحت الحمراء، ولقوا بقايا الجلد والصوره النيجاتيف جلد والبوزيتيف ايه؟ جلد مين؟ اللي هو الكفن بتاع المسيح. لا بقايا جلد مين اللي عليه؟ لو هو جلد السيد المسيح ازاي عارف ان هو جلد السيد المسيح؟ ما احنا ما عندناش العينه من الحمض النووي بتاع السيد المسيح عشان ممكن نقارن، يكون يعني نقول بما ان ده ماشي. الجلد ده موجود يبقى ده جلد السيد المسيح، عرفنا لا منين كمان يمكن جلد كمان اي حد تاني. ما هو في نهاية الفيديو الصورة اللي خدوها تحت الأشعة الحمراء اللي هي السلبية النيجاتيف بقت بوزيتيف وجابت الشكل ده إلى شكل حد ما، أنا شكل يسوع. شكل يسوع، مين عارف شكل يسوع أصلا؟ احنا عارفين شكل يسوع منين؟ هو إيه؟ قال لك وهو بيتصلب وادته المنديل مريم المجدلية فطبع صورته على المنديل. لا مش مريم المجدلية أخ عاطف، فيرونيكا اللي ادته أو المنديل. فيرونيكا، أحمد هو أنا جاهز ساعة اللي بدك لأتدخل. منديل يا أبو عثمان، على طريق تفضل. الجلجثة أحد النساء اللي قربوا واسوا المسيح، أحدهم سقاه خل وأحدهم حاول يخفف عنه الآلام ويحمل مع الصليب. في امرأة اسمها فيرونيكا قربت على المسيح ومسحت وجهه بمنديل، لما أخذت معها المنديل صورة المسيح انطبع على هذا المنديل. فين المنديل ده فهذا بقى؟ ده منديل حاجة فظيعة فين هو؟ موجود حاليا في الفاتيكان مع كفن المسيح. على قصة كفن المسيح، المضحك فيها انه تم استرجاعه في احدى الحملات الصليبية، فيما يدعى انه هذا كفن المسيح دون اي توثيق. عملية استرجاعه من قبل الفاتيكان واستقر في تورين او في تورينو، في تورينو بالضبط، تورينو هي عملية صارت في حالة من الحضيض، زي لما تكون العربية محتاجة بنزين عشان تمشي، كانوا بحاجة شوية بوست إيمانية إنه لأين كفن المسيح، وعملوا منها بروباغندا كتير كبيرة توازي البروباغندا المشرقية اللي هي تبع النور المقدس. لاحظ الأخ عاطف ذكرها بتلقائية كتير حلوة، قال لك عندك النور المقدس روعته إنه بيلف العالم في أحد النور. الفاتيكان طلع قصة كفن المسيح اللي هو سبت النور، اسمه سبت النور. بالضبط بالضبط. فالفكرة انه بالفاتيكان صوروا بمعدات الى حد ما متطورة، وطلع عندهم فعلا تحليل انه هذا الكفن يعود الى رجل تعرض الى الالم، عذب ونلف لهذا، لانه واضح من التقلصات الوجه انه الجثة اللي لفت في هذا الكفن كانت متألمة. فهذه هي الفكرة، انه ده عبارة عن أبعد ما يكون عن 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 100%، توثيق قصة المسيح، أبعد ما مية يكون. بالمية مية بالمية أنا ما بنكرش وجود يسوع، مش متخصص في التاريخ عشان أعرف إذا كان موجود ولا لأ، وفي كتير من علماء التاريخ بيقولوا إن كان موجود يسوع. أنا ما بنكرش إن هو كان بالظبط موجود، كده أنا بالظبط حتى ما كده. بنكرش إن محمد كان موجود، ما كان موجود محمد على الأغلب كان موجود. أنا لا أستطيع أن أتصور إن محمد ما كانش موجود. واحنا بالرغم من اننا ما بنأمنش بالاسلام، بس مأمنين ان كان في محمد وغزا مصر وغزا الدول العربية بالفتوحات، بل بالعكس تضيع اللغة الأرامية اللي بنتكلم بيها. فهو انت يسوع عارف كمان، حضرتك، يسوع كمان كان موجود، بس يسوع كان إله. هي دي النقطة، هي دي المشكلة، هي ده لا الخلاف. هو مش خلاف ولا حاجة، هو يعني عملية يقول لك ايه ده عملية الخلاف ما اللي بيني هي انا وما بين المسيحيين مثلا. المسيحيين بيقولوا ان هو كان إله، انا بقول لهم لا، ما لو كان موجود مش هيبقى كان إله ولا حاجة. لا ما نقدرش نقول إله برضه، لسبب، لأن ربنا اللي هو كلية القدرة زي ما حضرتك بتقول تجسد في شخص المسيح، ايوه، ولذلك المسيح يعني ما نقدرش نقول ان هو كان ابن الله، يعني انا ما اقدرش اقول ان هو كان ابن الله، انا ولا أنا، لان انا لا اؤمن بالله، فده الخلاف يعني. لا، ده وهو الخلاف. المسلم بيعتقد ان الله احنا ماليش متجوز دعوه بالمسلم دلوقتي يا استاذ وجدنا عاطف، المسيح. انا معاك لا كمسيحي، هو لكن ماليش او دعوه البعض بالمسلم. الاخر اللي هو ما بيبحثش في الاديان زي حضرتك،
بيعتقد لما نقول ابن الله ان جه بالجسد ان في علاقه جنسيه جابت المسيح، انما هي دي من ايه علاقه المسيح بالاب بالابن بالروح القدس؟ ايه علاقتهم؟ هو عمليه التجسد زي ما ربنا مثلا ظهر في العليقه في سانت كاترين لموسى وكتب. نعم، هو ظهر في العليقة، ربنا ظهر في العليقة. طب انت عارف يا استاذ احمد لما كان ظهر في العليقة ما كانش عندي خبر ان هو ظهر في العليقة. والله هو الكتاب بيقول كده، طوبى لمن امنوا ولم يروا. هو في سسبشن عادي لما ظهر في العليقة، ما كنتش معاهم انا والله ساعتها. طيب ما الشجرة هناك موجودة لغاية الآن، ولما بياخدوا منها جزء ويزرعوه في أي حتة، ما يعني دي موجودة في دير سانت كاترين. عندي شجرة هنا أخدت ورقة منها من عند صديق من الأصدقاء، ورقة حطيتها طلعت لي زرعة كبيرة، وباخد منها زرعة اللي طلع منها ورق، وازرع منها تطلع، وهكذا. في شجر كده تاخد منه يطلع أيوة. منه شجر كتير يعني. بس الشجرة دي يعني لو انت رحت المطرية كمان، الشجرة اللي هي العذراء مريم قعدت عليها ما موجودة وبيزروها السواح. واضح ان انت كنت في مصر وقعدت كتير في السعودية، ما شفتش الاماكن المقدسة دي. anyway انا الاماكن المقدسة اقدس منها في السعودية، بس كله في البلح، كله في الهجايس. انا ما اقدرش اجزم برضو، يعني انا مش بعارض لمجرد المعارضة، لا. هو كل واحد وحتى في سن المراهقة كنا نقول هو ربنا ده جه منين وفين العيلة بتاعته وازاي وجد الكون كده وقعد فترة طويلة. يعني حتى شخص المسيح ان هو من 2000 سنة 2024 سنة جه وسابنا كده وساب العالم يضرب في بعضه، وده يقتل ده وده يسرق وده ينصب، وأحوال سيئة جدا للبشرية، وإزاي يسمح بالطبيعة أن هي تجيب زلازل وتدمر البشر. يعني كأننا حقل تجارب. ده أسئلة، دي أسئلة المراهقة صح؟ وأسئلة الشيخوخة. أسئلة المراهقة، وما أجمل المراهقة وسن المراهقة وأسئلة المراهقة، وما أجمل أسئلة الأطفال، لأنها كانت أسئلة ذكية، أسئلة الأطفال. لا، ونوال السعدوي لكن قمعوها يا عزيزي، قمعوا أسئلة الأطفال، قالك ما تسألش عيب يا ولد، اختش يا ربنا سبحانه وتعالى هيعمل معاك. أنا لما باجي أتكلم في الكلام ده أقول لك بلاش تتكلم قدام بنتك، يعني خليك أنت في فكرك وأسكت، يعني خليك في حالك أنت. بيعتقدوا أن لو الواحد تحرر من دين بقى يقدر يسرق ويقدر ينصب. طب ما هو اليابان اهو مجتمع بلا دين وارقى شعوب العالم.